كل حكاية ليها أبطالها، وفي بلدنا لو بصينا لتاريخنا هنفهم إن بطل حكايتنا هو الشعب. الشعب اللي في الأزمات تلاقيه صامت، راجل جدع وسند، صاحب صاحب، ولو حد فينا في يوم احتاج تلاقي ألف إيد بتتمدله. الإنسان فيها بيضحي بأغلى حاجة عنده علشان بيته وولاده، وجاهز يضحي بحياته علشان بلده، ومهما تغرب وبعد عنها هيفضل يحلم بحضنها. واخد دايما صفها وبيعشق ترابها. الشعب اللي حافظ على تاريخه وجمال تفاصيله النهارده بيشتغل وبيبدع وبيستحمل عشان ترجع بلده أعظم بلد، ببساطة هي دي بلدنا وأهلها، وفي النهاية أنت بطل الحكاية. التعديلات الدستورية 2019، كمل دورك للنهاية. تحياتي لحضراتكم من جديد، وبنتكلم على موضوع بشوف انه الموضوع ده احنا شويه المصريين كده ليهم مزاج خاص في الجزئيه دي، الاكل وسلامه الغذاء، واحنا بنعرف ناكل ولا لا، وايه يعني ايه سلامه الغذاء، وايه الفرق بين الغذاء الصحي والغذاء اللي غير صحي. كل دي اسئله مهمه جدا. اسمحوا لي ارحب بضيفتي وضيفه حضراتكم. برحب بالدكتوره بسمه سليمان، مفتش بالهيئه القوميه لسلامه الغذاء. صباح الخير يا دكتوره. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. قبل ما نروح بقى لشم النسيم والفسيخ واللي بيحصل اللي بيعملوه المصريين، خليني اتكلم معاكي. احنا بنعرف ناكل؟ الحقيقه لا. احنا يعني عشان ما يبقاش تعميم ظالم، مش كل الناس بتعرف تاكل صح. مفهوم سلامه الغذاء عندنا في مصر مش متطبق بالشكل المظبوط، لان سلامه الغذاء ما هوش علم منفصل عن الحياه، بالعكس ده هو سلوك، يعني ثقافه وسلوك. يعني ممكن يبقى عندي المعلومه بس ما بطبقهاش، لكن كوني انا اطبقها يبقى بقيت متماشي مع ثقافتي اللي هي بسميها المهاره، بقى عندي مهاره سلامه الغذاء. والحقيقه دي المفروض ان هي تبقى يعني شاملة كل الفئات المجتمع، يعني ما هياش مقتصرة على المرأة ولا مقتصرة على الرجل ولا على الطفل، بالعكس هي منظومة لازم كل فرد في المجتمع يكون عنده مبادئ سلامة الغذاء. من أول ما بنغسل إيدينا، يعني عالميا عملوا اليوم العالمي لغسيل الأيدي، صحيح، ودي يعني خطوة بسيطة جدا بنبدأ بيها اليوم أو بنبدأ بيها حياتنا عموما، اللي هي إزاي نغسل إيدينا. مش بس ان انا اضيف مية على ايدي ابقى كده غسلت ايدي، لا، ده في خطوات لغسيل الايدي علشان اتجنب الكائنات الدقيقة اللي هي ممكن تكون مسببة زي ايه دكتور؟ يعني من فضلك قولي لنا، اشرح لنا. طبعا احنا عندنا لو هنتكلم على الخطوات البسيطة لغسيل الايدين، المفروض ان احنا بنبلل ايدينا وبعد كده بنبدأ نضيف الصابون، طبعا يكون صابون بيستخدم
يعني جيد الاستخدام لغسيل الايدي, وبعد كده بنبدا ان احنا اللي هي الصابونه العاديه بتاعتنا بالظبط, او الصابون اللي هو السائل بالظبط, ونبدا ان احنا نخلي الميه والصابون يتخلل ما بين صوابعنا وتحت الضوافر. طبعا يفضل جدا ان احنا نكون دايما قاصين ضوافرنا ومقلمينها علشان ما تبقاش بيئه صالحه لنمو الميكروبات بالظبط. بعد كده بنبدا ان احنا نغسل ايدينا كويس جدا, نشطفها من الصابون ده كويس جدا. طبعا يفضل ان الميه تكون دافيه دافيه. وبعد كده بنبدا ان احنا ننشف ايدينا طبعا في مناديل نظيفه او بالمجفف او بفوط نظيفه. مهم جدا ان احنا يعني ما نبقاش غسلنا ايدينا من الميكروبات ونشفناها في حاجه فيها ميكروبات بالظبط. مهم جدا ان احنا الحنفيه كمان اللي احنا فتحناها, لو احنا فتحناها بايدينا مش نظيفه بنجيب المنديل او قطعه قماش نظيفه وبنبدا ان احنا نقفل بيها الحنفيه بحيث ان احنا يبقى فعلا ايدينا بقت نظيفه. ده سلوك المفروض ان احنا بنعلمه للاطفال, بنعلمه للكبار, ربه المنزل, وهي في المطبخ كمان من وقت للتاني لازم بتغسل ايديها. لو هي بتستخدم لو بتقطع لحمه او فراخ او سمك نيه بتبدا ان هي تغسل ايديها بعد ما تخلص عمليه التقطيع دي, ازاي ان هي تنظف مطبخها, ازاي ان هي تجفف الاطباق والكوبايات بشكل كويس, ازاي ان هي تبدا ترص الثلاجه بشكل كويس. دي كلها مبادئ وثقافه عشان ما تعملش بيئه صالحه لنمو الميكروبات والفيروسات اللي بالزبط. بتبقى موجوده في الاكل ده مهم قوي. تمام, احنا بنحارب يعني عدو احنا مش شايفينه, الميكروبات والكائنات الدقيقه دي احنا ما بنشوفهاش, ولكن قد نرى اثرها السيئه وقد لا نراها. يعني التسمم الغذائي ده لما بيحصل ان حد بياكل اكله فيها ميكروبات ضاره وبيحصل له تسمم غذائي, فده كده هو اعلن عن ان في مشكله في الاكل ده, في بعض المخاطر الغذائيه او بعض الاكل الغير امن اللي احنا ممكن ناكله ما بتبقاش اعراض التسمم واضحه, زي مثلا الاغذيه الملوثه بفيروس A. فيروس A احنا مش بنشوف له في وقتها علامات التسمم الغذائي, ولكن قد يتراكم على الكبد ويسبب لنا طبعا الفشل الكبدي, ودي بتبقى مشكله اخطر. عشان كده نظافه وسلامه الغذاء نقطه مهمه جدا لازم نهتم بيها, كل الشعب المصري لازم يهتم بيها. طيب حضرتك كلمتينا كتير عن ازاي ان احنا نكون بننظف دائما البيئه المحيطه بتجهيز الطعام, وست البيت هي شاطره جدا في الجزئيه دي لانها بتخاف على صحه اولادها وبتخاف على صحتها بالتاكيد, فبتقدر ان هي طول الوقت طول ما هي واقفه عماله تنظف في الجزئيه دي. طب اللي بياكل من بره بقى يعني لانه احنا حريفه اكل في الشارع يعني. صحيح. طبعا هو مهم جدا ان احنا برضو قبل ما نتناول الغذاء من بره لازم ابقى يعني عندي مبادئ, استخدم الحواس بتاعتي بقى. الحواس بالظبط, يعني الكشف الظاهري. طبعا احنا عندنا يعني خلال ايام هيبدا موسم شم النسيم, يمكن دي اكتر حاجه بنبدا ان احنا نتكلم فيها موسم التلوث. موسم التلوث بالظبط. يمكن كل سنه نقول ان الفسيخ والرنجه من الحاجات اللي يعني بتقول انا ملوثه. أيوه. يعني هو ده الاكل اللي بيعلن عن نفسه. وخطوره الحقيقه الفسيخ تحديدا ان هو ما بيتعرضش للحراره, هو سمك ولكن بيتم صناعته بطريقه يعني بنعتمد فيها على الكائنات الدقيقه بشكل كبير. اللي هي احنا اصلا بنحاربها. وبنعمل لها تكاثر, يعني احنا بنخلي السمك بيئه صالحه للتكاثر الكائنات الدقيقه دي بحيث انه يبدا يتكون الغازات اللي هي مسببه لريحه الفسيخ اللي كتير من الناس طبعا بيعتبروها ريحه ذكيه. وطبعا هي مش ريحه ذكيه خالص, واثرها طبعا الصحيه مشكله كبيره جدا, لان كمان المايكرو اورجانيزم اللي هو الكوليستيريوم بوتولينيوم ده اللي موجود في الفسيخ من مسببات المشاكل الصحيه كتير, وبيأثر على الجهاز العصبي وقد يسبب الشلل. يعني بعض الناس ممكن ايوه, ما هي الناس لما بتاكل الفسيخ بيحصل لها شلل طبعا. يعني بتلاقي تشل وقعد كده على جنب. ده الشلل الظاهري في بقى يعني لكن مفيش فايده, وبيتباع ارقام ضخمه جدا. الحقيقه هنا كمان الدوله بتلعب دور كبير جدا يا دكتوره في عمليه الرقابه على الاسواق, وبيبقى فيه الحقيقه من وزاره الصحه ومن وزاره التموين الحقيقه حملات مكثفه بشكل كده كبير جدا ان هي بتنزل الاسواق, لكن في الاخر هي ثقافه الشعب. صحيح. بيحب ايه. صحيح. واحنا طيب. يعني طالما احنا مضطرين ناكل فسيخ نعمل ايه؟ طالما احنا مضطرين ناكل فسيخ, هو مفيش اضطرار ان احنا ناكل فسيخ. لا هو في اضطرار, شم النسيم يعني فسيخ على طول, يعني احنا ناس مرضى وده هيعالجنا, مفيش اي اضطرار. ولكن يعني بعض الناس يعني بتتجنب مشاكل الفسيخ عن طريق طبعا اضافه الليمون والبصل. على اساس ان دي مضادات, او البصل تحديدا مضاد حيوي طبيعي. يعني من الحاجات اللي بتقلل شويه من مخاطر الكائنات الدقيقه, ولكن ده ما هوش الاساس في ان انا
بتجنب مشكله الفسيخ، لان هو فعلا في مشكله، وفي مشكله حتى لو معمول بشكل يعني، وبنسمع انه كيلو النهارده وصل ل 300 جنيه وفي بعض الانواع ب 400 جنيه وحاجات كده يعني، وناس بتشتريها يقول لك يعني علميا يعني تمليح على مستوى كويس. نقطه التمليح، احنا عندنا بعض الناس بتلجا للفسيخ والرنجه اللي هي قليله الملح او اللي هي العذبه او اللي ما فيهاش ملح كتير، وده على فكره من الحاجات الخاطئه خطر في سلامه الغذاء. احنا عندنا الملح طريقه من طرق الحفظ، لان طبعا كل ما زادت نسبه الملح كل ما انا عملت السمك ده يعني بيئه صالحه لان هو يقلل من نمو الكائنات الدقيقه اللي هي المسببه للتسمم الغذائي. كويس. لما بقلل كميه الملح فانا كده بقلل عامل مهم جدا من عوامل التخلص من الكائنات الدقيقه دي، وبالتالي انا بخليه بيئه صالحه اكتر لكائنات مضره اكتر. نعم. بالظبط. فمهم جدا ان احنا يعني فكره الفسيخ والرنجه جت ان القدماء المصريين زمان كانوا بيعتمدوا على حفظ السمك بالتمليح، ما كانش عندنا لا ثلاجات ولا كان عندنا نار. نعم. فكانوا بيعتمدوا على الملح كطريقه من طرق الحفظ، وخاصه ان طبعا كان في فيضان من الاسماك، فكانوا بيهتموا جدا بحفظ السمك، والسمك من الحاجات او من العناصر الغذائيه المفيده جدا والمهمه جدا للذكاء والتركيز، وفي عناصر غذائيه مهمه، ولكن طريقه التحضير والاعداد للسمك هي دي المهمه. مهم كمان وانا بشتري الفسيخ او الرنجة او السمك عموما، مهم ان انا اعتمد فعلا زي ما حضرتك قلت على الكشف الظاهري، من حيث ان انا ببص على العينين بتاعه السمكه لازم تكون وردي، ما تكونش مطفيه وتكون فيها بريق شويه، تكون طبعا السمكه نفسها ما عليهاش الماده المخاطيه او الماده اللزجه اللي هي بتقول ان هي علامه من علامات الفساد بتاع السمك. الريحه طبعا بتاعه السمك بتفرق طبعا. صحيح. لازم تكون ريحه السمك يعني صحيح ورق السمك فيه ريحه زفاره، ولكن ليست ريحه كريهه اللي هي ريحه الفساد نفسها. مهم جدا طبعا ان السمكه تكون متماسكه، ما تبقاش متهالكه، نسيج السمك نفسه يكون متماسك، لون اللحم نفسه يكون وردي، ما يكونش طبعا اسود او يكون. طب خلينا يعني ننصح الناس نصيحه كده في وجود حضرتك، يعني بعد ما ياكلوا الفسيخ يعملوا ايه؟ بعد ما ياكلوا الفسيخ طبعا هم طبيعي هيروحوا المستشفى، يعني هم مش هيعملوا لا ما بيحصلش العربيات يعني. الاسعاف اللي هتعمل ربنا طبعا بنتمنى لهم السلامه بالتاكيد طبعا يعني. ولكن احنا بس يعني بنحذر طبعا من ان هم ياخدوا الفسيخ او الرنجه اللي يعني غير معلومه المصدر، مهم جدا ان احنا نبقى عارفين مصدرها ايه. تكون طبعا البيئه اللي محفوظ فيها الفسيخ والرنجه تكون بيئه نظيفه. طبعا كراتين الخشب او الصناديق الخشب دي برده من البيئات الغير صالحه لاعداد الاسماك، فدي برده نقطه مهمه. يعني خليني اقول ان احنا نتمنى السلامه لكل مشاهدينا يا رب. أكيد. وبالتاكيد كان حوار مهم مع حضرتك، كان نفسي نتكلم على يعني الله. الحقيقه عندنا اسئله كتير في صحه سلامه الغذاء، لكن وقتنا للاسف خلص. شكرا جزيلا لحضرتك دكتوره بسمه سليمان، مفتش بالهيئه القوميه لسلامه الغذاء، نورتينا فند في مصر. شكرا لحضرتك وشكرا للمشاهدين. طبعا بالتاكيد كده تكون خلصت حلقه النهارده، وبناكد على الاهتمام والالتزام بالمشاركه، وانه مشاركتك دي انت بتنزل تقول رايك في استفتاء على دستور مصر، هذه الوثيقه المهمه جدا ما بين الشعب وما بين هذا الوطن. شكرا جزيلا لحضراتكم والى اللقاء. خلاص اخذنا قرار هنكمل المشوار، وحنملى مصر عمار وتصبح فرحانه. انزل وقول سكر وشارك ويانا، للدرجه مسكوتك وصوتك دامانا، مسلم ومسيحي سامع نبني كنيسه وجامع، ونكبر المصانع بايديكم ويانا. انزل وقول سكر وشارك ويانا، للدرجه بالنداء بكلمتنا اقوياء، ويلا على الاستفتاء وهي الدنيا شايفانا. انزل وقول صوتك وشارك ويانا، دي امانه، للدرجه مسكوتك وصوتك دامانا، نجري اللب بالنداء بكلمتنا اقوياء، نجري اللب بالنداء بكلمتنا اقوياء، ويلا على الاستفتاء شايفانا. انزل وقول صوتك وشارك ويانا، وشارك الدرجه مسكوتك وصوتك دامانا، مهما الدنيا علينا هتجرس
برضو حنفضل نضحك نرقص وتفضل دايما مصري قوية طالما احمد بيخاف على مرقص مهما الدنيا علينا حتجرس برضو حنفضل نضحك نرقص.